وخجاش غادي نقول لك خجا ماشي غنقول لك ما كانش خصو يخرجها لانه كاينه المقابله ديال الديربي. لا وحنا عارفين هادشي الواقع ديال الوداد المر عارفينه. ها هو دابا هاد الخجا هادي طيح من الرئيس، طيح من القيمه ديالو، طيح من الشخصيه ديالو، طيح من هذا الرئيس اللي كيقول انا رئيس ديال الوداد. كنقول ليه الوداد كبيره عليك، الوداد كبيره عليك، وما كانش خص هذوك الناس ال 81 منخرط اللي ساهمت في هذه المسرحيه، ساهمت في هذه التمثيليه، ساهمت في هذا الابداع ديالها. 81 منخرط كتخلي السي البرناكي الانسان الغير مناسب، الانسان اللي ما عطى حتى شي اضافه، الانسان اللي انه كان كينظنوا انهم غادي يخليوه حتى الاخر ديال العام ومن بعد ربما يبقى رئيس دائم للوداد. الخرجه ديالو لانه اي حاجه قالها كنا كنقولوها حنايا، كنا كنقولوا لها في المواقع، كنا كنهضروا عليها، كنا عارفين باللاعبين ما كيحترموش الرئيس، ما كيحترموش القميص ديال الوداد، ما كيحترموش اللاعبين بعضياتهم. كاين تقريبا كاين مشاكل كثيره بيناتهم، حتى واحد اي واحد كيدير ما بغى في الوداد، اي واحد وقع الوداد باغي يدير ما عرفاش فيها، ما عرف شكون هو من ولاو اللعابه كيعزلوا في المقابلات وكيديروا النقابه بعضياتهم. ومن بعد ما ولات الفضائح ديال الوداد على الكواليس ديال اللاعبين دائما كيهضروا بها وكيتناقشوا بها، طيحوا من القيمه ديال الوداد. من بداو كيجيبوا اللاعبين ماشي في المستوى، من كيدخلوا شي حوايج، الوداد خسر رئيس في المستوى، الوداد ما تستحقش هاد البهدله، الوداد ما تستحقش هاد الموسم الكارثي والموسم اللي الماضي عاوتاني. الوداد ما تصلحش البرناكي لانه قلتها انا في الخرجات ديالي على ان البرناكي واحد الانسان كان في الجروب، كان في المجموعه ديال الناصيري، كان كيتسخر على الناصيري انه يولي مسير، رغم انه كيقول بلي انه كسب واحد التجربه، ولكن بالنسبه ليا باش تخرج اعلاميا وكتقول لنا ديك الهضره ديالك وانت عارفها كاينه في الوداد وخرجتي بها دابا، علاش يا سيدي؟ كان عليك قبل من الجموع العامه اللي درتو كنتو تجريو على اللعابه، كنتو توقفوهم، كنتو تكملوها بليسبوار، ما غنديو حتى شي حاجه، ما غنديوهاش. كنتو الماتش ديال الديربي؟ والماتش ديال الديربي انا بالنسبه ليا ما غاديش ندخل، كما انا تعودت وكنعرف بالنسبه ليا يكون الماتش كيف ما كان، ما بقاش عنده واحد النكهه. الوداد في عز الازمه، الرجاء عندها لاعبين وكتستحق انها تكون منتصر، انها دير البطوله لانه واجده، ما يمكنش نقولوا العكس، ما يمكنش نكونوا حاقدين وما نكونوش كنكرهوا نكرهوا الرجاء، ما يمكنناش ان نهضروا خيب على الرجاء حتى لديك الدرجه. والله ما ياخذوا الماتش، والله خص الوداد يتقاتلوا، خصهم يديروا المجهود ديالهم باش ينتصروا على الاقل الموسم يصوفيوه غاب الانتصار ضد الدرجه. انا بالنسبه ليا اللي كان في المستوى اللي استحق انه ينتصر، رغم ذلك كيبقى ديربي، كيبقى الكلاسيكو دائما عنده واحد النكهه، واحد الخاصيه. غادي تكون مقابله في المستوى، كنتمنى باش تعطي واحد الفرجه ممتعه للجماهير الوداديه والرجاويه. والنتيجه انا بالنسبه لي ربما التعادل او انتصار فريق الرجاء، كنتمنى يديروا المستحيل الوداديين اللاعبين، ولكن انا بالنسبه لي هاد اللاعبين اللي كيعزلوا الماتشات واللي كيديروا النقابه واللي كيديروا ما بغاو في الوداد واللي ما كيحترموش المسيرين وما كيحترموش المؤسسه ديال الوداد، ما غادي نديروا والو بهم.